بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الرياضة. بداية أرحب بالزميلة الأستاذة آية الروبي. أستاذة آية، أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا أستاذ مجدي، وأهلا بالسادة المشاهدين. خبر كده على السريع، كابتن رضا عبد العال لاعب منتخب مصر السابق والنادي الأهلي والزمالك أجرى عملية جراحية قلب مفتوح أمس بعد تعرضه لوعكة صحية. نتمنى له طبعا الشفاء العاجل يرجع لنا بسرعه ان شاء الله. كابتن رضا عبد العال من الناس المحبوبين من الجمهورين سواء الاهلي او الزمالك، بنتمنى له طبعا الشفاء العاجل بعد جرائه بالامس عمليه جراحيه قلب مفتوح. هو الان في العنايه المركزه، نسال الله له الشفاء العاجل ان شاء الله، ويرجع لنا مشاكس مشاغب زي ما احنا عرفناه وجريء في تصريحاته. كابتن رضا عبد العال، تؤمن بالف سلامه ان شاء الله. نتائج مخيبه الامال، جماهير الكره المصريه بتهدد وجود القطبين في افريقيا. نادي الزمالك خسر من الترجي التونسي بنتيجة 1-3، أما النادي الأهلي فهو تعادل مع فيتا كلوب بنتيجة 2-2. تحت شعار اخدم نفسك بنفسك، لا زال الأماني والآمال موجودة لجماهير الأهلي والزمالك. معانا الكابتن هشام يكن، لاعب الأهلي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق. كابتن هشام يكن، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا حبيبي. كابتن هشام، تعقيب حضرتك ايه على خسارة الزمالك وعلى من تلقي باللوم وتحمله الخسارة؟ لا، ما فيش لوم ولا حاجة. دي مباراة من المباريات اللي بتلعب عادي، المباريات الأفريقية، وأكيد بتبقى خسارة. لكن هو يعني برضه أهم نيجي تقول إن احنا بعض التقدير اللعيبة ما كانتش مركزة في المباراة، وطبعا الاحداث اللي بتلف حوالين البتاع بتدي حاجات كثيره جدا، يعني تقول ان الاداره سبب، المدير الفني سبب، الجهاز الفني سبب، الحاجات دي كلها. طبعا احنا بنطلع مسابقات، لكن في الاول وفي الاخر دي نتيجه مباراه. فرقه بتلعب الترجي التونسي في ملعبه، يمكن هو الترجي التونسي ما اظهرش الشراسه بتاعته، لكن نيجي نقول نتيجه المباراه دي كده. لكن خلينا نقول ان ما كانش في ترجيح عادي جدا من اللاعبين. حضرتك بتقول فعلا هي مباراة زي كل مباريات وارد فيها كل النتائج، وبالرغم من كده ان الزمالك كان بادئ بداية جميلة جدا الى ان تم تسجيل في الهدف، ومع ذلك جمع قواه وقدر يسجل هدف التعادل. لان زي ما حضرتك بتقول هي كنت هو بس على احداث الماتش نفسه بقى، لما نتكلم على طرد مفتوح طبعا والعصبية اللي كانت فيها طبعا اثرت على الفريق، وتغييرات الملعب طبعا غيرت من شكل الفريق أكيد طبعا. يعني لما تيجي المفروض واحد من اللعيبه فرقه كبيره وانت بتلعب فرقه برضه كبيره، مش طبيعي يعني. فالخساره لكن طبعا في اخطاء، في اخطاء المجلس، اللجنه السعوديه المفروض انها تعيد الحسابات وتشوف اللي تقعد مع المدير الفني يصلح من اخطائه ويتدرج ويبتدي يسمع الكلام مع بعض الناس اللي حواليه علشان خاطر ما تبقاش قراراته بس. يعني هو شايف من وجهه نظره ان هو تقديمه وبتاع بيبقى خطا، وهو معاه لعيبه بيلعب فيها لعيبه كويسه، لكن بقى له اكثر من 5 6 ماتشات اداءه وحش. تحت شعار لسه الاماني ممكنه، حضرتك شايف ان الزمالك يقدر يوصل؟ الزمالك ممكن يوصل. طيب الزمالك الى اين كابتن هشام في اخر 7 مباريات سواء كان دوري او افريقيا؟ لعب 7 مباريات، خسر مباراتين وفاز مباراتين وتعادل 3 مباريات. انا بقول لك هو في اداء نزول في المستوى الفني، وده شيء طبيعي. الراجل عنده اخطاء كثيره، التغييرات بتاعته مش سليمه، استهلاكه للعيبه في بدايه المباريات كان في بعض التغيرات اللي بتحصل بتتغير من شكل الفن. الروح المعنويه منخفضه نتيجه ان اللعيبه محتاجه فلوس. حاجات كتير جدا يعني لازم تدي سلبيات اكيد، يعني مش هتخلي كلها، يعني لازم الحاجات دي كلها تكون اللعيبه داخله وهي حالتها النفسيه كويس. طب احنا ازاي يعني حضرتك ازاي احنا كجمهور نقف خلف لعيبه نادي الزمالك، وازاي نقول لهم انتوا قدام مجد جديد قادرين تحققوه لكم ولناديكم؟ الشيء طبيعي اللعيبه عارفه كويس ان هم
هم لو ما عملوش نتائج هيحصل لهم تأثير طبعا، هيتأثروا بحاجات كتير جدا، منها العقود، منها ان هو ممكن يرحل، لان نادي الزمالك لا يبقى على شيء على لاعب معين، فاهم؟ فمسألة انك انت فسرت ما هو مشى كلاعب، ف يعني هيسعروا ليه على التاج، وهيبقى مثلا عليه طلب ازاي اذا كان هو راجل بيفشل مع نادي كبير. اتفق مع حضرتك اتفق مع حضرتك ان دي فعلا بيكون رغبه داخليه من اللاعب نفسه، ان هو لازم يحس بقيمه الكيان اللي هو فيه والفتره اللي هو فيها، لازم يستثمرها احسن استثمار. طب كابتن هشام، كلمنا عن اخطاء التحكيم الافريقي الى متى؟ طول عمر افريقيا فيها اخطاء تحكيميه طول عمرها، فمش هتغير الحاجات دي. احنا عملنا القانون وقصه ان الحكم يتراجع بقى عن قراراته دي بترجع ليه هو، لكن اكيد في اخطاء وهتفضل موجوده، وما كانتش بقى في كره القدم بتعتمد على اخطاء الدول، اخطاء اللاعبين او اخطاء الحكام. طيب جاي الفار علشان خاطر يقلل من الاخطاء ويدي للانديه حقها، ليه بطوله كبيره زي بطوله افريقيا لم يتم اسناد الفار من الادوار التمهيديه؟ يعني والله دي بقى قرار مش ما اقدرش احكم فيها، دي راجعه للاتحاد الدولي، لكن مساله ان هو لان في بعض الدول ما عندهاش امكانيه، يعني هتلعب مباراه مثلا في الدورات الاصدار التقليديه وهتلاقي الفرقه ما عندهاش التلفزيون بتاعها هناك بعيد، ما عندوش الامكانيات ان يجيب الحاجات دي كلها، هتعمل ايه؟ اظن معقوله الحاجات يعني برضه اظن دي مسؤوليه الاتحاد الافريقي اللي بتقام البطوله تحت عباءته ان هو يوفر كل ده. ما هو انت برضه لازم تراعي الظروف البلاد اللي انت مشارك معاك، يعني فالمساله في الادوار التمهيديه بيحصل كده، لكن برضه نرجع ونقول القرار ده راجع للاتحاد الفيفا مش لينا احنا كاشخاص، يعني هم ليهم سبب معين ان هم بيشتغلوا ما اعرفش ليه، لكن ده الموجود. يعني على سبيل المثال يا فندم، احنا بنتكلم دلوقتي في دوري المجموعات وما طبقش فيه الفار، ده ممكن يكون ضحيته فريق زي فريق الزمالك اللي تم تسجيل هدف وتم تسجيل هدف فيه كان تسلل واضح، او فريق النادي الاهلي تم احتساب ركله جزاء ما هياش ركله جزاء بالمره، وفي النهايه يعني كده فرقتين كبار هيتم اقصائهم من البطوله بسبب عدم تدخل الفار او بسبب الاخطاء التحكيميه. موجوده خلاص هنلعب عليها سواء انت ما قررتش او ما قررتش، الحكم هو سيد الملعب، فهتيجي تقول له ايه؟ ما فيش ابدا مباراه تعادل او اتعملت افريقيا بسبب اخطاء بتتنفذ، يبقى القرار ده ما فيش، انت مش في الجيش، ده قرار في الفيفا، لازم تتفق مع الفيفا، الفيفا هي السبب الرئيسي في مباراه اختيار الحكام، مش او الاتحاد الافريقي. فإذا كان في أخطاء موجودة في الاتحاد الأفريقي ده بيلتزمنا، عشان كده بنقول إن ليه مفيش عشان كده بنقول ليه مفيش فار في من دور المجموعات. أما بالظبط كده، لكن خلينا نعتقد ما نخشش في حاجات وديات، اكسب وجيب الجوانا الثانية، أنت فاهم، والعب كويس ومالكش دعوة في الباقي، لكن إحنا في مباراة كتير كسبناها بالفرص كتيرة جدا، مش هنيجي نبص على فرصة مثلا جت وفيها شك، طب ما انت عندك كرة كتيرة جدا بتجيلك استثمارها. تمام. امتى نشوف كابتن هشام يكن في الجهاز الفني لنادي الزمالك؟ والله انا موجود، لكن انا يعني منتظرين الاحداث من الكورة ان شاء الله خير، يعني ان شاء الله. ان شاء الله والله مش بنتمناك في جهاز الفني للزمالك بس، وكمان منتخب مصر حضرتك من الناس المحترمين جدا على المستوى الخلقي وعلى المستوى الفني كمان، حضرتك كان ليك بصمات مع نادي الزمالك في التدريب ومحبوب الجماهير زي الناس ما بيقولوا لي. كابتن هشام يكن بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن هشام. طبعا زي ما احنا قلنا تحت شعار لسه الاماني ممكنه، نشوف نتائج الفرقتين، نتائج المجموعه كلها.
طيب الأهلي تعادل مع فيتا كلوب بنتيجة 2-2، المريخ تعادل مع سيمبا تنزاني بنتيجة 0-0. ده في مجموعة الأهلي. مجموعة الزمالك، الزمالك خسر من الترجي 1-3، أما تونج السنغالي فهو تعادل، خسر من مولودية الجزائر برضه بنتيجة 0-1. يا ريت تحطوا لنا ترتيب الفرق، ترتيب المجموعات. نتكلم عن ترتيب الزمالك الأول. ده الزمالك اهوت طبعا. الترجي التونسي عنده 7 نقاط، مولودية الجزائر 5 نقاط، الزمالك نقطتين في المركز الثالث، أما تونجت فهو عنده نقطة وحيدة. مجموعة الأهلي، سيمبا التنزاني عنده 7 نقاط، فيتا كلوب 4 نقاط، الأهلي 4، أما المريخ في نقطة وحيدة. عودة للزمالك، طبعا بنقول فرص الزمالك لسه قائمة بشرط إن هو يفوز كل المباريات، ده الشرط الأول. فاز كل المباريات بقى عنده 9 نقط وعنده نقطتين يبقى 11 نقطة، ممكن يصعد أول أو تاني. أما الفرصة الثانية فإنه يفوز على، ضرورة الفوز على مولودية الجزائر، لأنه هو المنافس الوحيد ليه في المجموعة. طبعا خلاص الترجي نعتبره بنسبة 80 أو 90% هو خلاص ضمن بطاقة، ده خلاص يبقى كده الزمالك هيلعب على انه ازاي يعرقل المولوديه. وفي احتمال ضعيف جدا جدا ان الزمالك يتعادل مع المولوديه هناك في الجزائر، ولكن يكون تعادل ايجابي. وفي حاله فوز المولوديه تخسر من الترجي وتخسر من هو ده احتمال بعيد جدا، الا انه برضو احتمال قائم، وكره القدم ما فيهاش مستحيل. نفس الامر طبعا على موضوع الاهلي. الاهلي تعرض للموقف ده في سنه 2018، كان ماسك الجهاز الفني كابتن حسام البدري، خسر اول مباراه وتعادل المباراه الثانيه وكان متزايل المجموعه، فاز المباراه الثالثه وترك الفريق لحد ما جه كالتيرون. وكنا الكل طبعا كان بيقول ان مستحاله، وكان عنده مباراه الترجي في تونس، كان من اصعب المباريات. كالتيرون طبعا مسك الفريق وحقق العلامه الكامله في الثلاث مباريات التانيين وصعد اول المجموعه، وخد الترجي في ايده ووصلوا للنهائي. خسر البطوله، يعني كنا بعد ما كان متزايل المجموعه الى انه وصل للنهائي وخسر البطوله بفرق هدف لما فاز على الترجي التونسي هنا 3-1، والواحد ده لو نفتكر كان خطا من كابتن محمد الشناوي بركله الجزاء. ورحنا هناك خسرنا 3-0 وخسرنا البطوله، الا اننا بنقول الشاهد على كلامنا ان لسه الاماني ممكنه للفريقين، ولكن تحت شعار اخدم نفسك بنفسك. نروح للتحكيم بقى، نروح للتحكيم. صدى البلد، في تصريح لصدى البلد بيقول: اكد الاعلامي كابتن احمد شوبير ان الحكم المغربي رضوان جيد الذي ادار مباراه الاهلي وفيتا كلوب ليله اول امس التي اقيمت في اطار الجوله الثالثه من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات، اعتذر للاعبي النادي الأهلي بعد المباراة بعد تأكده بعدم صحة ركلة الجزاء اللي احتسبها. ده موقع صدى البلد اللي بيقول كده على لسان الكابتن أحمد شبير في برنامجه الإذاعي. طبعا جريدة الوطن كذبت الخبر وقالت: أعلن مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لم يحدث نهائيا أن يكون رضوان جيد توجه للاعتذار عن الخطأ، لأن هذا الأمر يدينه ومن الممكن يستغله الأهلي في حال قرر تقديم شكوى للاتحاد ضد الحكم المغربي. وتابع: لم يحدث هذا الأمر، وتواصلنا مع منسق المباراة وكذلك المراقب وجميع من مكلف من الاتحاد الأفريقي بالتواجد في المباراة، أكدوا بأن الواقعة لم تحدث. معنا الأستاذ مصطفى هلش نائب رئيس القسم الرياضي بموقع وجريدة الخبر المصري. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك أستاذ مجدي، تحياتي ليك وللزميلة هيا الجوبي. شرفتنا في برنامج عالم الرياضة. الشرف ليا، ربنا يخليك. بص، هو بغض النظر عن صحة ضربة الجزاء من عدمها، فالواقع نفسها اللي اتكلم عنها الكابتن شوبير واللي حضرتك ذكرتها دلوقتي نقلا عن موقع صدى البلد غير منطقيه وصعب حدوثها. والحوار اللي حكى عنه ان هو دار ما بين الدولي المغربي رضوان جايد ولاعبي الهلال، لاعبي الاهلي المصري عفوا، حوار هزلي لا يحدث ابدا ولم نعتاد عليه بين حكم ولاعبين في بطوله كبيره بحجم دوري ابطال افريقيا. وللتاكيد تواصلت امبارح مع الاعلاميه المغربيه الشهيره طبعا فردوس بن جالون، ودي مديرة المكتب القناة الخامسة الأسبانية برباط، وهي مقربة من الحكم نفسه اللي هو الحكم مروان، واللي لفت الواقع تماما لأنها تواصلت مع الحكم وهو في القاهرة لسه ما رجعش الرباط. والحكم رضوان جايد كان غاضب جدا ومستاء من الأخبار اللي خرجت من القاهرة، وأبدأ اندهاشه بسبب خروج الكلام ده وانتشاره بمصر بعد المباراة. اكيد ما هو مش كمان استاذ طبعا عليها. محمد المغودي الكاتب والناقد الرياضي المغربي الكبير كتب على صفحته الشخصيه نفي للاخبار المنتشره بالقاهره عن اعتذار رضوان جيد
للاعبي الاهلي بعد المباراه. زي ما قلت لحضرتك ليس من المنطقي ان يجتمع الحكم مع اللاعبين او يدور ما بينهم حوار بعد المباراه. هو ممكن يقولوا هم خارجين كده مثلا بيسالوا يا كابتن حسبت حضرتك الجزاء وكانت المسافه بعيده، فهو بيقول له حتى لو في خطا فعلا النتيجه تم احتسابها خلاص. فكابتن سيد ممكن يكون هو الحكم ليس مخيل له ان هو يتكلم عن حتى قراراته التحكيميه سواء بعد المباراه مباشره او في استوديو تحليلي. فالحكم رضوان جايد نفسه نفى الكلام ده والاخبار اللي انتشرت بالقاهره مع الزميله فردوس بن جالون والناقد الرياضي زي ما قلت حضرتك محمد المجهودي، الناقد والكاتب الرياضي المغربي الكبير، نفى الواقع تماما على لسان رضوان جايد نفسه. طيب في موقع شهير، موقع في الجول، اتاكدوا لنا كده يا جماعه اذا كان موقع في الجول ولا موقع ايه في الجول. ايوه بيقول ان السيد عبد الحفيظ اكد ان هو بعد المباراه اتكلم مع الحكم وقال له ان كان في مسافه كبيره 45 سم تقريبا بين اللاعبين بين خط منطقه الجزاء واللعيبه، فهو رد عليه وقال له ان ده خطا والخطا وارد وخلاص النتيجه اتحسنت. طيب انا يمكن ما سمعتش تصريح بتاع الكابتن سيد، لكن انا بنقل حضرتك من مصادر مغربيه موثوقه ومقربه جدا من الحكم الدولي المغربي رضوان جايد اللي نفى كلامه ده. كمان يعني في نقطه ابدت انتعاش الكابتن رضوان نفسه من الاخبار اللي انتشرت في القاهره ان هو اتكلم عن ضياع الفرص بتاعه الاهلي، وكان قلل فردوس بالتحديد يعني نصا ماليش علاقه بالفرص اللي بيهدروها، انا هتكلم على ان الاهلي اهدر فرص كتيره اثناء المباراه او كان في سوء حظ او انتوا اللي ضيعتوا الماتش من ايديكم. كلام غير منطقي، لكن طبعا الخبر اللي حضرتك بتتكلم عنه نقرا عن الكابتن سيد عبد الحفيظ يبقى احنا معانا روايتين، روايه مصريه وروايه مغربيه. عموما ان شاء الله زي ما حضرتك اتكلمت مع الكابتن هشام يكن الاهلي والزمالك قادرين على تخطي دور المجموعات ان شاء الله، ولسه الكوره في ملعب الانديه المصريه يعني. ما هو ده اللي كنت لسه هكلم حضرتك فيه. النقطة الثانية اللي هي بصفتك ناقد رياضي قول لنا ايه هي الحظوظ وخصوصا لنادي الزمالك لان هو اكثر تعثرا. لسه في ثلاث ماتشات بتسع نقاط. زي ما قلت لحضرتك لسه فرص الزمالك والاهلي كبيرة جدا لتخطي دوري المجموعات في دوري الابطال. مش كبيرة لكن موجودة. لا والله انا عن نفسي انا شايفها ان شاء الله الفرص كبيرة جدا. الزمالك عنده مباراتين في القاهرة، الأهلي عنده مباراتين بره القاهرة، لكن فيهم مباراة المريخ في أم درمان تعتبر مباراة يعني شبه سهلة. فإن شاء الله إن شاء الله نبدأ نطمن على الفرقتين ونبدأ إن شاء الله نشوفهم في الدور الثاني من دوري المجموعات طبعا دوري أبطال أفريقيا. والله أنا من رأيي اللي بنقول اللي بنتكلم على أهلي وعلى زمالك عملاقين في أفريقيا وبيوصلوا للنهائي بشكل مستمر، عيب علينا قوي إن احنا نقول مستحيل ومش معقول هنغلب فرق بره وفرق جوه. المفروض أنت بطل أفريقيا، أنت أندية لعبته في كأس العالم زي ما بنتكلم عن الأهلي والزمالك وصلتوا لنهائي أفريقيا وخسرت البطولة بصعوبة، فأنتوا كأهلي وكزمالك الأمر قدامكم، أنتوا أقرب من أي حد، المفروض الفرق تعملوا لكم أنتوا حساب مش أنتوا اللي تبقى عاملين للفرق دي حساب. معاك 100% يا كابتن مجدي، كلامك كله منطقي. كمان بعد ظروف كورونا وغياب العامل الجمهور في اراضي المنافسين، فانت بتلعب ست ماتشات ما فيهاش لا هوم ولا اوي، انت بتلعب ست ماتشات. ف فكره ان الاهلي لما واجه سيمبا دي لظروف تنزانيا نفسها اللي هي مع الاجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا، هم عندهم ان الوضع يعني الفيروس محجم شويه ومش منتشر، فقدروا ان هم يعملوا حضور جماهيري. فده اثر على نتيجه المباراه. انا كنت لسه هكلم حضرتك في الجزئيه ديت. طب هل فين مثلا دي مسؤوليه مين ان يتم التواجد الجماهيري ده كله؟ يعني دي بترجع لاشتراطات وزاره الصحه بالدوله نفسها اللي فيها المباراه، كل دوله خاصه بنفسها. وانتشرت بعض الاخبار اللي اتكلمت ان اللي هو احمد عبد العزيز رئيس اللجنه المؤقته المكلفه باداره نادي الزمالك بتخاطب وزاره الصحه المصريه واتحاد الكوره والسلطات الامنيه للسماح بحضور جماهير في مباراه الترجي القادمه. فنتمنى حتى لو عدد قليل يكون سبورت للفريق ويقدر يتخطى عقبه الترجي، وبعد كده يفكر في ماتش المولوديه وبعد كده في ماتش تونجيت ان شاء الله. استاذ مصطفى هلش بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف في برنامج عالم الرياضه. طبعا زي ما احنا بنقول ان لسه الاماني ممكنه، وانا فعلا عندي كلامي والامر انا مش شايفه ان لسه الاماني ممكنه، يعني صعبه قوي.
فرصة الزمالك بالذات، الزمالك فرصته ضعيفة جدا، هيكسب الثلاث ماتشات. ليه ما يكسبش الثلاث ماتشات؟ ده فريق المفروض بينافس على بطولة يعني. مش مستوى فريق يكسب الثلاث ماتشات اللي جاية، فريق النادي الزمالك الحالي مش مستوى فريق ان هو يكسب الماتشات. لا لا ان شاء الله هيكسب وان شاء الله هيوصل، وهنشوف الفرقتين تاني في النهائي ان شاء الله، وربما ضربة النافعة ولكل جواد كبوة. في حاجة تاني ولا كده تقريبا خلاص خلصنا؟ معنا عودة يا جماعة لما قيل الحلقة الماضية وما يتناول حاليا في الفترة الأخيرة عن السيدة التي تبرعت بالحلق للاعب فرجاني ساسي. الموضوع لا انتهى. لا لسه ما انتهاش والله، لسه في قنوات بتستضيفها ولسه في مواقع إلكترونية بتتكلم بطلة عنها على إنها بطل قومي. تم طبعا مش عارف احنا وصلنا لفين ورايحين لفين. ان كنت محضر كلمتين عايز اقولهم للسيده وللناس اللي هي شايفه ان الموضوع ده كبير قوي كده. بتتبرعي بحلقك لمين؟ للاعب بياخد ملايين ولا النادي اعضائه دكاتره ومهندسين؟ اقول لك تتبرعي لمين؟ أطفال كتير مشردين وناس على الرصيف نايمين قرصات البرد في جتتهم متمكنين، واللي شغال ليل نهار ومش ملاحق، واللي مش لاقي شغل خالص وولاده جعانين وحافين. أقول لك تبرع لمين؟ للبنت بيعت المناديل أو لبياعة على الرصيف أو لعاجز أو كفيف. إيه اللي بيحصل يا موحدين؟ فين الحكمة والمعلمين؟ يقولوا لنا رايحين لفين؟ هو مين يتبرع لمين؟ بس بصراحة مش انت وحدك، احنا زيك مقصرين. فين احساسنا بالفقير وفك كرب المكروبين؟ فين احساسنا بالفقير وفك كرب المكروبين؟ أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة حسن الاستماع، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا وأن ينير بصيرتنا ويرنا الحق حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.